مشروع التشغيل والإعاقة من أجل نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواطن العمل في تونس. المشروع هذا بدأت المهام متاعه من 2014 حتى 2018 وتتواصل 2019 في مرحلة ثانية. التجربة طبقت في ثلاثة ولايات اللي هما بن عروس، قفصة وقابس، وباش توصل للبنزرت. مشروع التشغيل والإعاقة يقدم خدمات يستنفع بها حتى 35 ألف من الأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية، سمعية، بصرية، معرفية، نفسانية، ذهنية، وزاد الأمراض المعطلة للحركة. والمشروع هذا جاء باش يقف مع الأشخاص ذوي الإعاقة في طريقهم للوصول والحصول على خدمة، خطر في الواقع ينجموا يلقوا رواحهم قدام خدمات اللي ما تستجيبش لخصوصية كل طلب عمل ويذيعوا في متاهات البيروقراطية. على هذاك المشروع جاء باش يحل البيبان للأشخاص ذوي الإعاقة ويوفر للمهنيين آليات مناسبة باش يقدموا خدمات مشخصة لكل مترشح. اللي تبدأ في مرحلة أولى وقت للمهنيين يدرسوا كل طلب حسب الحالة ويساعدوا كل مترشح باش يحدد أهدافه المهنية ويعملوا دراسة معمقة لكل طلب باش يعاونوا المترشح على تقوية قدراته ومعرفة القيمة الحقيقية لمؤهلاته. وفي مرحلة ثانية مشروع التشغيل والإعاقة يقوم بتشريك شبكة كاملة من المختصين باش يوصلوا للمترشح كل الخدمات المكملة. ونهارة اللي المترشح يتقبل، الخدمات الموضوعة على ذمة المؤسسة تعاونها باش تهيئ له ظروف عمل تتماشى مع احتياجاته. وهكاكا تكون توفرت الآليات الكل باش تعاون على اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العملي. والمشروع هذا امنوا به برشا شركاء كما الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤسسات القروض الصغرى، الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والمنظمات المهنية. ومشروع التشغيل والإعاقة حقق إنجازات ونتائج ملموسة. كنا ما نسمعوش برشا بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولا كنا بتاتر نسمعوا بهم ما نتعاملوش معاهم برشا، نتعاونوا معاهم كأي دومودور دومبلوا جسكو 2014 وقت اللي جاء المشروع التشغيل والإعاقة. بدينا نعرف شنو ما اللي بزوان نتاع ريال، معناه شنو هو يستحق، شنو ما اللي تريتمون اللي لازمنا نعملوهم على الإنسان هذايا وقت اللي يجيك. توا ولينا نقعدوا معاه ولا نحاولوا نفهمه، نعملوا له تريتمون جوسكا لين يوصل للبيت فينال نتاع العامين اللي توا يمشي فيهم البروجي. بيرسونيلمو عملت تبعت برشا دورات تكوينيه، نستقبلوا ناس في وضعيه اعاقه اكثر من النومبر اللي كان قبل. دونك هذا الكليك ساهم باش يعطي الريزلتا اللي وصلنا لها اليوم، اللي هي ريزلتا انا شخصيا فرحانه بها برشا. كيف نشوف لي شيفر هكايا ونشوف ناس دخلت تخدم ونشوف ناس حلت مشاريعها وحدها. وكانت التجربه معناها ناجحه، ودخلنا في الاول 8 وليدات ونسقنا مع بعضنا احنا والجمعية في الأول. معناها ما قبلتهاش كيفاش باش يخدموا، كيفاش باش تكون صورة التواصل معاهم. عملنا لهم أميناجمون دو بوست، شوي بشوي تزادوا بالريزو نتاعهم هما، رانا نخدموا راهو رانا لاقيين راحتنا في المعمل هذايا. بينوا اللي هما راهم يخدموا خير من العباد الاخرين وعندهم الكاباسيتي وفاليد في دومين. وانا فرحانه برشا بالتجربه دي وان شاء الله تتكرر مع برشا وليدي. قريت الشهاده في صنع اواني خزف، وبعدها بعثوني بالشغل معمل مولان دور، وعجبني الجو وعجبتني التعامل مع العباد ومحس وحسيت بالراحة غادي. وقيت غادي استحسن مع اللي يخدموا غادي، وعجبني الجو غادي، وعجبني النظام، وعجبني السلامة المهنية، وعجبني الجو تاع المعمل. مشروع التشغيل والإعاقة ممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس بالشراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة بتونس والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والفيدرالية التونسية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.